حب الخلا هكا يا وتسيبو، اللهم ان هذا لا منكر، اللهم ان هذا لا منكر. وتنطالب الناس المسؤولين يتدخلوا في هذا الملف ديال هذا الولد هذا وهذه الجريمه البشعه اللي الناس كلها كتقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من المحطه ديال وجده هما تيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، وعاش الملك، عاش محمد السادس، وحنا مغاربه. المحطه بعد الكبش قلت له هذا التليفون، قلت له انا بطبل، قلت اعطينا جوج تليفونات، قلنا لهم انا بطبل هنا خمسه ما بغيت، قلت له انا هذا التليفون صار التليفون انا ونهبط الفلوس انا نعطيك فلوس خويا انت تعطيني انت التليفون. قال لي صافي تنركبو ويكون خير. ركبنا معاه من هبطنا بقينا غادي شي ساعة ونص هكا. وصلنا ديك الغابة، ديك الغابة بقات دار عند هادوك سمونا مين دار عليهم على الوراق، ولا جا عندي قال لي الورقة، قلت له راه هضرت مع هادوك، قال لي ماشي سوقي مناقش عليك الناس، انت تدي راسك عاير. قلت له كيفاش هادشي، راني دابا ما عنديش في الدار، زيدني غير حدا بعدا شي محطة المخزن، بعدا شي حدا المخزن. قال لي لا والله تتهبط، ولا ما هو تهبط هو انت كليت كرف الطايف. سميت هذا مع الدار غير درت باش نمشي عند الشيفر نهضر معاه، دفعني هبطت مع الدروش، هبطت شفت هذا بغيت نهضر معاه من برا خاصك قصدي الباب على يدي ورا الشرط. ثم جارني فقلت له هادشي بجهد ومجهد، تم صافي شوية مشيت معاه تنسك شوية تنهدى تنفقد الذاكرة، صافي نسيت كلش. نط ما لقيت الشرط ما كاين، صفات ما كايناش، الصندالة ما كايناش، نط لقيت هي ديك هي الغابة والكلاب حدايا الكلاب. نط جيت نط ولقيت تحت القوة اللي هدي كنشوف تقبا قدها تقبا عندي تبدا ما قديتش منها. نط بقيت ندير اوتوستوب، وقف واحد مول لابيرونس وقف قال لي ما عادت عطاني ختلت وجهي بيات. عاد جا واحد الجدارمية هما اللي داو لي الطبيب، عيط لابيرونس داو لي الطبيب من تما صافي ضربوا لي الشوكة وداكشي صافي صافي تما نعس. الصباح ما جاكش على الربعة لقيت الواليد حداي، هادشي لي كان. قال له انت هو مال التليفون سولت عليه شد فيه، قال له ايه، قال له غنزلك هنايا، قال له لا علاش تنزلني هنا توصلتيني لهاد الغابة وانا تفهمت، قلت لك اش نتاين واش نتاين تنوصل ونعطيك المسائل ديال الفلوس ديالك تعطيني التليفون. قال له لا غنزل دين امك هنا وغنصيفطك اللي غادي تكفس عليك هنايا في هاد الخدمة. جا يدورو الدري في الهضرة ضربوه برجليه ودفعوه حلوا الباب، قال للشيفور حل الباب، الشيفور حلوا الباب دفعوه الدري سيبوه تما في الخلا، شبط في الباب سدوا له في الباب ديال على يديه على يد ديالو، سلك يديه بقى قابض له الشرط هنايا، الساعة اللي بقى قابض له الشرط هنايا بقى غادي الدري الكار غادي والدري تيتجبد تيتقاتل مع الشرط ديالو يقطعو، تتقطع الشرط سمحوا فيه ومشاو بحالتهم كأنه كلب. قلع الكار من وجده في العشرة توصلوا تما كنا تكون شي 11 طلعت لقيته في المستشفى حالته ما هي حالة، دار فيا غير هذا اللي أبوانا غنسان صافي. شفت ولدي كيموت قلت نديه بحال والدار الله ما يموت حدايا ولا يبقى هنايا في بلاد مغاربة. وكيفاش سمحوا لك هو في هذه الحالة يخرج؟ خرجوه قلت له ربك الطبيب، قلت له شوف لي الدري هذا اللي كنديه أنا راني بعيد وما عنديش فين نجلس هنايا وهو ما عنديش فين نجلس، اللهم نديه للدار ديالي ونصوانيه بيدي ونشوف الحل ديالي. واخا الاجراءات القانونيه اللي عملت شنو درت؟ الاجراءات القانونيه اللي درت تمسكت بالكريسون باش ولي طلعت مسكناه، وانت انا والدري سخفان عندي، الدري سخفان عندي، جلست في المحطه قطعت الوريقات ديالي باش نمشي بحالتي، بقيت الدري كيموت ليا في يدي. شاشي على عينو هكا شاف الكريسون، كي شاف الكريسون قال لي با راه هو هذا. تقبضوا به رجال الامن الله يجازيهم بخير ديال المحطه وسلموه لسميتو عيطوا الدوريه ديالهم وسلماتو للدرك الملكي. الساعه اللي سلماتو للدرك الملكي ديال مسجد عيطت على الدرك الملكي ديال البياج ديال المحطه في الطريق السيار، عيطوا عليهم جاو لعندنا تما الدرك الملكي، داونا داو هو وانا وداو الكريسون
تما تاع الجوج ديال الليل تيكتبوا تا هادي تاع الجوج الليل. بقيت انايا خرجت من الدرك الملكي شد ولدي في الثانويات وسخفات خليت معاهم هذاك الكريسم تماي مشيت بحالات فاش دزت دابا نهار الثلاث ان شاء الله باش نكمل معاهم ما بغاوش يعطيوني هذيك الورقه ديالي داك التقرير الطبي باش نجيب شهاده طبيه كنت مشي هذا الطبيه وحده اخرى صوبتها هنايا من جيت لداري باش شفت ديك الحاله القويه عند اخصائي هنايا ودفعتها لهم حتى هي وكنشوف انا هذا الشيء هذا ديال هذا الولد هذا اللي باع لي انا الولد هذا ولد واحد اللي عندي هذه عين وحده كنشوف فيها هما سدوها لي ركبنا ثلاثة بينا وجي لقاو في المحطة مع ديك جوية السنا من ركبنا عطانا هذا التليفون اللي كريتو الو انا بلسات من يجي الوالد يمدلك الفلوس في المحطة من جا الاخر قال له من ركبوا يكون خير تمايا انا ركبنا ثلاثة بينا انا راني التليفون لواحد الراجل عطاني 100 درهم على من التلفاز زيد غوتو على من التلفاز وقال لي نعطيك انا عطيت سير 100 درهم عطاني التليفون ركبنا بقينا ماشيين في لوتور يلاه في لوتور جا الصديق ديالنا الاخر كريتو جا نزلو دفعو في الطريق يلاه بغينا نوضع عند الشيفور يهضر معاه يقول له على من التلفاز قال له هكا الاخر قال له واش ندي التليفون ولا قال له ندي التليفون ولا اذا نزلك هنايا جا هذا قال له انا من هضرنا معاك في المحطه انا من التلفاز نعطيك الفلوس جا داخل هذا تما عند الشيفور جا داخل يلاه في الحدا الباب الصديق ديالي دفعو هذا بغا يطلع سدات له الباب على يدو وشو بقى جارو الاخر قال له زيد كثيري قال له انا نسافلو شي واحد اللي تكفصو عليه هنايا بقى جارو معاه في الطريق بقى جارو الناس اللي كانوا في الكار معاكم ما غوتو ما والو ما قالوا لا وما هذا منكر ما كانش ليه هضر ما هضرش انا بغيت نهضر قال لي اسكت ولا نزلك انت معاه انا واحد الصالون وجا بقى جارو جارو بقى جارو حنا تنقولو حبسو ما بغاش يحبس بقى جارو الصديق ديالنا ما قدرنا كما ما بغينا يصل عليه ما خلانا وصافي بقى تما يتلغط لي عاد جاتنا اخبار جاتنا اخبار من عند بوا طلعنا لا في عاد جاو سمع تجيبوا الوي 12 هنا طلعنا شفنا لقينا هنا كنا بينا خمسه في المحطه جا هذا اللي نضرو قال لي انا مقرن التليفون ونهبط الفاس ونصيفطك الفلوس قلت له صافي بقينا انا واحد الدري صديقه بقينا جا هذا مشى عند الشيفور وقريتو قال له اطهر لي التليفون ونهبطو الفاس ونعطيك 100 درهم ديالك عطاني التليفون جا قال له واخا فين نهبطو الفاس جا فين كانو هابطين في لوتور جا لاحو تا حنا الفاس وصقنا عند الدراري لاحو في الدار